إن نفسك التي بين جنبيك لا يوجد شيء أقرب إليك منها، ومع هذا أنت أجهل الناس بها. وإن كان مقدار علمك بنفسك هكذا، فما بال علمك بغيرك؟ الأهواء والشهوات التي تسيطر على الكل تعطل التفكير وتصنع مناخا عاما من الغفلة واقتناعا وقتيا بأن هذه الدنيا هي كل شيء، ويظل الكل سادرا في الغفلة حتى تأتي لحظة الموت ولا تعود هناك رجعة. إذا رأيت الناس تخشى العيب أكثر من الحرام، وتحترم الأصول قبل العقول، وتقدس رجل الدين أكثر من الدين نفسه، فأهلا بك في الدول العربية. أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على الآخرين شروطك. قوم نفسك أولا لتكون قدوة للآخرين. كل شخصية فيها امتياز، فيها جانب تفوق، فيها استعداد لشيء، فيها بذرة عبقرية، ولكن هذه البذرة لا يفطن لها صاحبها ولا يكتشفها ولا يدركها، فتضيع عليه ويخيل إليه أنه إنسان عادي. ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء، وجوع بلا شبع، وتعب بلا راحة، وحطب يأكل نفسه وهي بدون إيمان، خواء وخراب، وظلمة وتيه، وسعي في لا شيء. من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا، وسوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس، الأغنياء يصبحون فقراء، والفقراء ينقلبون أغنياء، وضعفاء الأمس أقوياء اليوم، وحكام الأمس مشرد اليوم، والقضاة متهمون، والغالبون مغلوبون، والفلك دوار، والحياة لا تقف، والحوادث لا تكف عن الجريان، والناس يتبادلون الكراسي، ولا حزن يستمر ولا فرح يدوم. أنا لا أصدق أن الظروف يمكن أن تدفعنا إلى فعل ما ينافي ضمائرنا، ولا أؤمن بالحتمية، فالله حينما يسوقنا إلى قدر هو في الحقيقة يسوقنا إلى أنفسنا. قيمة الإنسان ونجاحه أن يكون في مكانه اللائق، وأن يكون نفسه دون أن يمثل، ودون أن يلبس ثوبا غير ثوبه، أو يدعي دورا لا يتقنه. والحكيم هو من أدرك أن كل ما يصيبه داخلا في المشيئة الإلهية ومعلوم لها، فأراح نفسه من البكاء على ما فات والقلق على ما هو آت. إنك لن تدرك مدى خوفك ولا مدى شجاعتك إلا إذا واجهت خطرا حقيقيا، ولن تدرك مدى خيرك ومدى شرك إلا إذا واجهت إغراء حقيقي. الأمة العربية ستصبح بعد 20 عاما قرودا على الشجر إن لم يكن العلم سلاحهم. إن مشكلتك ليست سنواتك التي ضاعت، ولكن سنواتك القادمة التي ستضيع حتما إذا واجهت الدنيا بنفس العقلية. نشعر بثروتنا حينما تفر من يدينا، ونشعر بصحتنا حينما نخسرها، ونشعر بحبنا حينما نفقده. فإذا دام شيء في يدينا فإننا نفقد الإحساس به. عن طريق النفس أتحكم في الجسد، عن طريق العقل أتحكم في النفس، وعن طريق البصيرة أضع للعقل حدود.
هناك فرق بين النقد والحقد، وبين النصيحة والفضيحة، وبين التوجيه والوصاية. حياة الناس لم تدون باسمك لتخبرهم كيف يعيشون. تذكر أن شبابك هو أثمن كنز تملكه، وافعل في شبابك ما يعينك في شيخوختك، فأنت لا تعرف الشيخوخة. وبين الظلم الظاهر والعدل الخفي خيط رفيع لا يراه إلا أهل القلوب. أمراض الأجساد يمكن أن تشفى بسرعة، أما خراب النفوس ودمار الأرواح فإنه قد يستغرق أجيالا ليشفى. إنما الدنيا امتحان لإبراز المواقف، فما اختلفت النفوس إلا بمواقفها، وما تفاضلت إلا بمواقفها. السعادة ليست في الجمال، ولا في الغنى، ولا في الحب، ولا في القوة، ولا في الصحة. السعادة في استخدامنا العاقل لكل هذه الأشياء. قيمة الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته. الكتاب الجيد يحرر الإنسان الذي يقرأه، أما التلفزيون يقيد الإنسان الذي يشاهده. يعتقل جوارحه ويعتقل خياله ويقيد يديه ورجليه. كل شيء زائل، ونحن الذين نعطيه قيمته وأهميته، ثم نتألم ونتعذب من أجل هذه الأهمية المزعومة. لا يوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب، ولا حقيقة نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت. الرجولة معناها أن تكون مسؤولا أولا وأخيرا عن أفعالك. كل لحظة تطرح على الإنسان موقفا، وتتطلب منه اختيارا بين بديلات، وهو في كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته ومنزلته دون أن يدري. أفضل ما تهبه في حياتك العفو عن عدوك، والصبر على خصمك، والإخلاص لصديقك، والقدوة الحسنة لطفلك، والإحسان لوالديك، والاحترام لنفسك، والمحبة لجميع الناس. الكلام سهل والأحلام أسهل، والأماني في متناول الكل، ولكن لا يفوز إلا أهل العزائم. أبواب السعادة لا تفتح إلا من الداخل، من داخل نفسك. السعادة تجيئك من الطريقة التي تنظر بها إلى الدنيا، ومن الطريقة التي تسلك بها سبيلك. لو كانت الأشياء المادية أهم من المعنوية لما دفن الجسد في الأرض وصعدت الروح إلى السماء. إن لم يشترك الشباب في صنع الحياة فهنالك آخرون سوف يجبرونهم على الحياة التي يصنعونها. أعان الله أصحاب الظنون السيئة، فهنالك مسافة طويلة جدا بينهم وبين الراحة. عزة النفس ليس لسانا ساخرا وطبعا متكبرا. عزة النفس هي أن تبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك. الوجوه المبتسمة لا تعني اختفاء الأحزان، بل تعني أن أصحابها قادرون على التعامل معها. عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد منهم، تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم. قد تكون السعادة أحيانا في ترك الأشياء أكثر من الحصول عليها.